وعودة للمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق والأسعار والمزيد من التفاصيل ترصدها لنا زميلة جيرمين إبراهيم. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الاجتماع الذي انتهى منذ قليل والذي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهو الخاص بلجنة ضبط الأسعار في إطار جهود الدولة لمتابعة الأسواق بشكل مستمر وأيضا مدى توافر السلع الأساسية والسلع المختلفة في الأسواق وأيضا في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لخفض الأسعار بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية. هذه اللجنة التي تضم في عضويتها وتتكون من عدد من الوزراء إلى جانب أيضا المسؤولين في الجهات المعنية إلى جانب أيضا تشكيل لجان مصغرة في كل محافظة برئاسة المحافظ لمتابعة الأسواق بشكل مستمر. في خلال هذا الاجتماع وفي خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء بعد هذا الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أهمية عمل هذه اللجنة وبالتالي بيتم عقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي لمتابعة الأسواق وأيضا الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الملف الحيوي وأيضا الإجراءات التي تتم في القطاع المصرفي وأيضا توفير العملة الأجنبية وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما ينعكس بشكل مستمر ويرتبط بشكل أساسي مع الأسعار في الداخل. يعني أيضا خلال هذا الاجتماع تم التأكيد أنه من خلال المتابعة للسوق المحلي هناك انخفاض كبير في أسعار المنتجات وصلت إلى 27% في السلع الأساسية وأنه أيضا خلال الفترة القادمة ستشهد المزيد من الانخفاض في مختلف السلع وعلى رأسها السلع الأساسية وأيضا تم التأكيد على توافر السلع بشكل وبكميات كبيرة. أيضا يعني من خلال رئيس شعبة الحبوب تم التأكيد والتصريح بأنه سعر الدقيق انخفض في السوق المحلي وبالتالي هذا سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الخبز الحر وأعطى يعني مثال على ذلك بأنه سيصل سعر الخبز 80 جرام لواحد ونصف جنيه بدلا من 2.25 جنيه وأيضا الخبز 40 جرام سيتم خفض سعره ليصل ل 75 قرش وهو يعني بينعكس أو بيدل على لأنه بالفعل تم خفض أسعار المنتجات الأساسية. أيضا تم توجيه الجهات الرقابية على الاستمرار بالقيام بدورها في متابعة الأسواق بشكل مستمر للتأكد من تنفيذ كل هذه القرارات الخاصة بخفض الأسعار وأيضا تم توجيه المواطن على أن يقوم بالإبلاغ عن أي جهة أو أي تاجر أو مكان لا يلتزم بخفض الأسعار الأساسية وذلك عن طريق الخطوط الساخنة سواء لجهاز حماية المستهلك أو لرئاسة الوزراء أو أيضا جهاز حماية المنافسة للتأكد من التزام الجميع بهذه القرارات والخاصة بخفض الأسعار بشكل مستمر وأيضا هذا ما سيكون بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة وهو ما جاء في خلال هذا الاجتماع الذي يعقد بشكل أسبوعي. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.